حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، بعد عراقيل عدة أمام تشكيل الحكومة الجديدة، أمس تم ما كان مرتقب من قبل الشارع العراقي، بعيدا عن المخاوف من التدخلات الخارجية التي تأتي بهيئة الذي يريد الخير للبلد لكن نواياه هدامة. فهذه الحكومة التي شكلت بجلسة البرلمان قد أنهت حقبة الظلام والأزمات التي كانت في حكومة تصريف الأعمال بإرادة قادة الكتل السياسية العراقية دون الإنصات للأصوات المعادية التي تريد جر البلاد إلى ساحتها كيفما شاءت وتسلم بيدها أو تسلم بيدها زمام أموره. لكن إرادة أبناء البلد الحريصين عليه مضوا متوحدين برأي واحد نحو كسر إرادات الخارج ومخاطر تدخلاتها. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، من ملفات حصادنا لهذه الليلة، يبدأ رئيس الوزراء المكلف حراكه السياسي للتفاهم على صيغة الحكومة الخدمية والحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي الذي اعتمد أسس تتلائم مع جملة التحديات وترجمة الأمنيات إلى أفعال. فبعد الانفراج السياسي تتوجه الأنظار صوب تشكيل حكومة مستقرة بأقرب وقت ممكن لتلبي تطلعات وطموحات الشارع، وهذا ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف في خطابه الذي توجه به إلى الشعب العراقي. فورقة البرنامج المطروحة تلامس حاجة الشارع والتركة الثقيلة التي خلفتها السياسات غير المدروسة. مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن بعد طول عناء وانتظار وقلقلة الموقف السياسي بعدم استقراره، جاء اليوم الحاسم لتهدئة الوضع السياسي ورسم خارطة للمرحلة المقبلة. فانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس الوزراء خطوات نقلت البلد إلى بر الأمان، وبانتظار إكمال الكابينة الوزارية الخاصة بالحكومة. تقرير نهى الشمري. في يوم عراقي بامتياز عادت الأمور إلى نصابها، والاستحقاقات الدستورية تمت وفق إرادة عراقية متجاهلة التدخلات الخارجية بكل إرادتها المفروضة، إذ توسم الشعب العراقي خيرا بالحكومة الجديدة التي مثلت إرادته باختيار من يرونه الأجدر والأكفى بعد سنين عجاف عاشها البلد في ظل حكومة لم تأتي بجديد غير الأزمات. انتهت التشكيل، انتخاب عفو رئيس الجمهورية، أكيد لازم حاليا يتم تكليف محمد شياع السوداني ويكمل الكابينة الوزارية مالته خلال شهر ويقدمها حتى يصوت عليها. اكو تفاؤل، اكو امل ان شاء الله، بلكي تفرش الايام القادمة راح تتوضح. فحكومة محمد شياع السوداني تكللت بمحض ارادة سياسية عراقية افشلت مخططات من اراد ان يغشي ابصار ابناء البلد عن الحقائق بوعود غير حقيقية وتسويف ومماطلة لتنفيذ الخدمات، ثم لم يتم التنفيذ على ارض الواقع. إذ يقول المهتمون في الشأن السياسي أن البلد أنهكته الأزمة والفساد، متأملين خيرا بما جاء بمنهاج الحكومة المقبلة. هذه اليوم بالنسبة للعراقيين يوم جيد، لأنه هذه مفتاح لحل المشكلات الأخرى، خصوصا لتشكيل الحكومة والانسداد السياسي وخلافات بين الأطراف السياسية في العراق. يمكن هذه خطوة الأولى وخطوة إيجابية. في حين ستواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة ومعالجة قائمة طويلة بالقضايا العالقة في جوانب عديدة منها الخدمي والأمني والاقتصادي، بالوقت الذي صرح السوداني في أولى لحظات عمر حكومته الجديدة بوعود للشعب العراقي على إرساء قواعد حكومة قوية قادرة على بناء البلد وخدمته. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول نرحب بضيفنا الكرام رئيس تجمع العراقيين أو الأكاديميين العراقيين الدكتور علي رزوقي. أهلا بك دكتور علي، ضيفا كريما. كما نرحب بالباحث والأكاديمي الدكتور مصطفى الناجي، انضمنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم دكتور مصطفى. حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معكم دكتور علي، برأيك ما مدى طول قائمة التحديات التي سيواجهها رئيس الوزراء المكلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا اخوان حقا على الاستضافه، واستغل الفرصه لتهنئه العالم الاسلامي بمولد منقذ البشريه وخاتم الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم وحفيد الامام الصادق عليه السلام. من دواعي السرور ان تقترن هذه المناسبه المفرحه
انفراجة كبيرة على المستوى السياسي بالعراق بعد الانغلاق الكبير اللي دام أكثر من سنة واللي عانى به شعبنا بشكل كبير. اليوم الأكاديميين يعقدون الأمل حقيقة على رجل عهدنا به الإخلاص والنزاهة والنجاح في إدارة الوزارات اللي استنى مناصبها، وبالتالي التحديات كبيرة حقيقة، لكن لما تكون نية صادقة واعتماد على ناس متخصصين، الابتعاد عن الحزبية وخدمة الشعب العراقي تكون هي الهدف، أكيد النجاح سيكون هو اللي نصيب المتصدي إن شاء الله. اليوم تحديات كثيرة حقيقة، منها أن اليوم هنالك حقيقة تشظي في كثير من القوائم، منها القائمة الكردية، وشفتوا كيف أنه ما قدروا يتوحدون مواقفهم بحيث يدخلون مرشح واحد، وبالتالي احنا نحرص انه يكون كل الفرقاء السياسيين مشتركين بالحكومه من اجل تقويه الحكومه على الاقل امام المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يحاول ان ينظر للعمليه السياسيه انها تحوي كل ابناء الطيف العراقي. وبالتالي بحمد الله نجحوا الاخوان بالاطار نجاح كبير من خلال التفاوض مع الاخوان بالديمقراطي الكردستاني والاخوان بالاتحاد، بحيث انه تمت الانتخاب رئيس الجمهوريه بشكل مرضي لجميع الجهات، وبالتالي لم تحصل اي حاله انسحاب ومقاطعة للجلسة، وبالتالي الحكومة ستكون حكومة مبنية بشكل صحيح. لكن أيضا لا أخفيك التحديات كبيرة، من باب أنه اليوم كنا نعرف أنه تركة الحكومة السابقة تركة ثقيلة، مع الأسف مسيرة الحكومة السابقة كانت أسوأ مسيرة تمر بها الساحة العراقية. أبسط مثال عليها اليوم أبنائنا داوموا بالمدارس ولا من كتب ولا من مناهج طبعت، وبالتالي هذه التركة الثقيلة ستحمل السيد المكلف عبء النهوض بها. وبالتالي لكن نتوقع أنه في حال اعتماده ومعاونته من الجهات السياسية بترشيح وزراء كفاء مخلصين نزيهين تنطبق عليهم الصفات اللي أطلقتها المرجعية العليا، سيكونون حقيقة الذراع الأيمن، وسينجح نجاح مضطرد، وسيحقق فارق بالأداء. رحب بك مرة أخرى دكتور مصطفى، والتوافق الكبير الذي شاع جلسة البرلمان يوم أمس، هذا إلى أي درجة سيشكل دعم سياسي للرئيسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم الدكتور علي الرزوقي ولمشاهديكم الكرام، وأيضا أجدد التهنئة بهذه المناسبة، مناسبة ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأيام المباركة. دعني أقول بأن يوم أمس انتصر المنطق على اللامنطق، وانتصر النظام على الفوضى، وانتصرت الدولة على اللا دولة. بعد جهود كبيرة واستمرت لعام كامل من نتائج الانتخابات المبكرة إلى يوم أمس، اتبع الإطار استراتيجية طويلة النفس، يعني صبر استراتيجي، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه يوم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السيد السوداني لتشكيل حكومته. التوافق اللي شفناه في الجلسة، التوافق السياسي، إجماع الأطراف السياسية جميعها النيابية على هذا الاختيار، بالحقيقة هو كان مشهد ملفت للنظر ومشهد نادر في العراق بصراحة. على مدى الحكومات السابقة لم نرى إجماعا، والخرج الكل منتصر من الجلسة، الكل مقتنع بأنه أدى ما أدى عليه في الجلسة، ومن ثم كانت الاختيارات مناسبة ومرضية للجميع. حتى قضية يعني الخلاف الكردي حسم يوم أمس بانتخاب السيد عبد اللطيف رشيد، وننتظر يعني إن شاء الله خلال يعني أسبوع أو أسبوعين تقريبا أن يقدم السيد السوداني كابينته الوزاري ومنهاجه الحكومي على مجلس النواب للتصويت عليه. نعم، التوافق كان هذا عامل مهم ومؤشر على إن شاء الله نجاح الحكومة المقبلة. طيب دكتور مصطفى، حاليا كل الأنظار تتوجه إلى جلسة البرلمان التي جرت بهذه الصيغة، واختيار رئيس للجمهورية وتكليفة لرئيس الوزراء، لكن ما جرى إلى أي درجة أبعد البلد عن المخاطر؟ يعني قبل أيام كان العراق يواجه مخاطر على مختلف الصعد، أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها، إلى أي درجة ما جرى يوم أمس أخذ البلد إلى بر الأمان؟ يعني خليني أكون دقيق في هذا الموضوع وأحدد. نعم. يعني من خلال قناتكم الكريمة وقنوات الأخرى كنا نقول بشكل واضح ومباشر أن البلد لا يحتمل
اي فوضى، وان يعني قضيه استقرار العراق هو خط احمر اتخذه المجتمع الدولي عهدا عليه بان لا يسمح بالفوضى في العراق. ما جرى في السابق كان مؤشرات ودلائل مقنعه وكافيه للمجتمع الدولي ان لا يدعم طرف على طرف اخر. بالتالي يعني الاطار التنسيقي ومن ثم تحالف اداره الدوله، اعتقد الاطار التنسيقي نجح في اداره الازمه ويعني شعاراته التي كان يرفعها ويعني تعاطيه مع الازمه السياسيه، هذه كلها اثمرت عن قناعه المجتمع الدولي وقبلها قناعه الاطراف الداخليه باحقيه الاطار في مشروعه السياسي. طيب دكتور علي، الدعم والتهنئه لرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء المكلف يوم امس واليوم من مختلف الاطراف، من الامم المتحده، من المجتمع الدولي، من على لسان المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه، من مختلف الاطراف والجهات السياسيه العراقيه داخليا، هذا ماذا يدل حاليا وفق المعطيات الموجوده والخلافات التي كانت سائده بالمشهد السياسي قبل ايام؟ حقيقه كل هذا يدل على شيء، يدل على اهميه العراق استراتيجيا في المنطقه ودوره الكبير على مستوى سوق الطاقه العالميه اولا، وعلى مستوى العلاقات داخل المنطقه. اليوم حقيقة البارحة في خطاب التكليف كان الأخ المكلف موفق إلى درجة كبيرة، بحيث أنه قال سنكون في منطقتنا إقليميا باب للحوار، أيضا قال أنه لن نهمش أحدا، لن نقصي أحدا، وبالتالي حقيقة هذا الجو العالم الغربي ينظر له بعين الرضا. ليش اليوم العراق يصدر 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا، عندما اوبك بلس زادت قللت الانتاج 2 مليون برميل، اهتز السوق العالمي وبالتالي عاد اسعار النفط لقيمها قبل التخفيض، وامريكا امتعضت من هذا كثيرا. اليوم لا سمح الله لو كان العراق مقدر ان ينزلق ويتوقف تصدير النفط العراقي، هذا معناه كارثه على السوق العالمي. فتلقى العالم كله يرحب بموضوع الحل السلمي. لا تنسى انه الساحه العراقيه كانت معرضه للانزلاق بشكل كبير، سالت دماء بريئه حقيقه بدون سبب، لكن اليوم بحمد الله بعد النجاح الكبير للبرلمان عندنا امل كبير، وشعبنا ينظر بعين الرضا. البارحه كانت احتفالات كبيره على مستوى العالم العراقي والشارع العراقي، انه هذا الانغلاق اللي كان يهدد مصير ومستقبل ووجود البلد كان حقيقه تهديد وجودي لكل عناصر الدوله العراقيه، لكن بحمد الله التوفيق كان نصيب الاخوه والجهات السياسيه كافه، انه طلعوا بشكل يتوافق به الجميع ويخرجون بمرشحين مقنعين نعقد عليهم الآمال. نحن كأكاديميين صارت عندنا لقاءات مع مرشح مجلس الوزراء، ناقشناه بموضوع التحديات المحتملة وآفاق حلها والحلول اللي عنده، طرح طروحات منطقية وطروحات أكاديمية من شأنها لو نزلت لأرض الواقع ستنقذ العراق وستحقق فارق بالأداء كبير جدا عن أقران السابقين. لكن تعتقد أن المخاطر زالت بشكل كامل السوداني حتى الآن؟ هو ما شكل الحكومة عند 30 يوم بعد؟ نعم، احنا حقيقة بالبيان البارحة بخطاب التكليف ذكر نقاط مفصلية رئيسية مهمة جدا. اليوم إذا لا تقصي أحد ولا تهمش أحد وتفتح بابك للجميع ومستعد لزيارة الجميع وإشراك الجميع بالحكومة، بالتالي حقيقة المفروض التهديدات تقل كثيرا. اليوم كان يراد للعراق مع الأسف شق البيت الشيعي للجناحين، أثير الموضوع خارجيا وداخليا، غذي بشكل مخابراتي عجيب، لكن بحمد الله بعد تدخل الحكماء بالعراق وصبر الإطار الاستراتيجي وأيضا حقيقة عقلانية الإخوان بالتيار الصدري مؤخرا، تشكلت الآن اللبنة الأساسية لتشكيل الحكومة كل في السيد المرشح، وبالتالي السيد المرشح الآن تكليفه حقيقة أن يشمل كل الأطراف السياسية، من وجد بالبرلمان ومن هو خارجه في الحكومة وفق وزارهم الانتخابية، وبالتالي حقيقة سيكون الجميع مساهم بهاي الدولة ومساهم بإنجاح المسيرة وإنقاذ شعبنا مما كان يخطط إلى حقيقة. أعود لك يا دكتور مصطفى، يوم أمس شهدنا إصرار النواب وكل القيادات السياسية على عقد جلسة البرلمان وحل هذه المعضلة وفك هذا الانسداد السياسي رغم سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء ومحيطها وعلى الجامع في منطقة العلا وغيرها. ماذا يمثل هذا الإصرار على عقد هذه الجلسة والتواجد تحت وابل الصواريخ؟ يعني اللي جرى يوم أمس بالجلسة وسقوط عدد من الصواريخ وردة فعل النواب وأصرارهم على التواجد في الجلسة وعقد الجلسة، و الحضور كان اكثر من 277 نائب،
هذا يمثل إصرار على أنه لن نسمح لعقارب الساعة أن تدور إلى الوراء. كان إصرار مفرح جدا أنه الكتل السياسية اتخذت عهد على نفسها أنه لازم يكون يوم 13/10 هو يوم نهاية اللا دولة، ويعني اختيار بداية تشكيل حكومة رئيس الجمهورية وراء يعني تقريبا ساعتين أو أقل كلف سيد الشاعر السوداني بتشكيل حكومته. الإصرار يوم أمس أيضا هذا مؤشر على أنه الحكومة المقبلة إن شاء الله سوف تحظى بدعم نيابي من أجل يعني إنجاز المهام المكلفة بها. إحنا شفنا يعني السيد السوداني لما يعني ذهب إلى مجلس النواب قبل تقريبا أقل من شهر وعرض برنامج الحكومي على تقريبا 70 نائب، كانت هذه الإطلالة إطلالة جيدة وذكية من السيد السوداني باعتبار أنه هذه سابقة لم تحدث سابق يعني في الوقت الماضي أنه رئيس وزراء مكلف أو مرشح عفوا يذهب إلى مجلس النواب ومن ثم يعرض برنامجه الوزاري. ثم السيد السوداني التقى بالكثير من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، طرح رؤيته واستمع إلى آرائهم. إذن أنا أعتقد يعني المرحلة المقبلة رغم صعوبتها من وجود تركة ثقيلة وتركة خطرة تركتها الحكومة التصريف الأعمال الحالية، وهذا راح تثقل كاهل السيد السوداني، لكن نعتقد أنه السيد السوداني قادر على إنجاز ما وعد به، وبالحقيقة برنامج الحكومي برنامج واعد ودقيق ومختصر، يعني أشر على 23 مفصل من مفاصل الدولة أنه لازم يكون بها حل، ومن ثم اختار من هذه 23 أربع أولويات، الأولى منها الكهرباء والصحة والخدمات ومكافحة الفساد. إذن الرجل يعلم ما يريد وهو صاحب خبرة وتجربة في هذا المجال، ورسالة للمواطن العراقي أنه السيد السوداني يعني مثل ما هو يحتاج إلى هذا الدعم بنفس الوقت هو يستحق هذا الدعم. طيب أيضا ينضم لنا مباشرة عبر سكايب عضو ائتلاف دولة القانون السيد إبراهيم السكيني. أهلا بكم سيد إبراهيم. والنجاح يوم أمس بالاتفاق واختيار رئيس الجمهورية وانتخابه من قبل أعضاء البرلمان، وكذلك نجاح الكتلة الأكبر بتقديم مرشحها وتكليفها من قبل رئيس الجمهورية، ماذا مثل كل هذا أمام الخطط ومقابل الخطط الخارجية التي أرادت أو حاولت جرأة البلاد إلى سيناريو مختلف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت متقطع معذرة. أعد لك سؤال سيد إبراهيم، يعني تكليف أو انتخاب رئيس الجمهورية لا فهمت السؤال اتفضل. بس بالأخير تقطع. بسم الله الرحمن اتفضل. الرحيم. نعم، كما تفضلت ويتفضل المواطنون الخيرون في بلدنا العراق، نعم كانت هناك مؤامرة دولية ومتعاون معها بعض من الداخل، إلا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بأن نعبر هذه المشكلة. وقد تكلل يوم أمس اجتماع إلى الأخوة النواب الذي طبعا نشكرهم جزيل الشكر لأنهم توافدوا على مبنى البرلمان وصواريخ أعداء الشعب تدك المنطقة الخضراء وتدك وسط بغداد، إلا أنهم حقيقة هذا فد موقف يعني يحسب لهم، وإن كان لنا عتب عليهم طيلة هذه الفترة التي تأخروا بها عن مواصلة عملهم، إلا أنهم يوم أمس نجحوا في اختيار رئيسا للجمهورية ومرشح الإطار التنسيقي هو جاهز من قرابة 3 أشهر. وبهذا يوم أمس تلاحم وتكاتف وتعاون وطني أجمع عليه العراقيون متمثل بمجلس النواب بممثليهم، لتقدم صورة إلى هؤلاء الذين أرادوا بنا البعثرة والتشرذم وبين قومياتنا وبين داخل الدين الإسلامي أو داخل المكون
العقائدي. نعم، انكفأوا هؤلاء أعداء الإنسانية وأعداء الإسلام وأعداء الشعوب المتمثلة نحن طبعا هذه كلها مؤامرة من أجل أن لا يذكر الكيان المسخ كيان إسرائيل لعنة الله عليه، وبدفاع عن أمريكا من أمريكا وبريطانيا الشوم. يعني هؤلاء يريدون أن نكف الأبصار والأيدي عن هذا الكيان المسخ، لأننا نوجه الرسالة دائما على أننا هم أعداء الإنسانية هؤلاء. طيب. اليهود وعلى أمريكا وبريطانيا عليهم الكف بالدفاع عن هؤلاء المغتصبين لأراضينا والمسبحين لديننا، وعلى بعض أن تفقه ما تعمل معهم من تعاون، ونحن لن نتركهم طبعا. طيب سيد إبراهيم، وأرادوا بالعراق واضح سيد إبراهيم، لكن إذا تسمح لي أقاطعك فيما بينه كمواطنين وسيد إبراهيم متمثلة بالأحزاب والعملية السياسية التي الحمد لله والشكر بهمة. يبدو أن الصوت غير مؤمن مع سيد إبراهيم، أعود لك سيد إبراهيم بعد قليل. تعتقد الدكتور علي أن الانسداد السياسي انتهى، وأكو ضرورة أن تستمر الكتل والأطراف السياسية اللي نجحت باختيار وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء أو السيد محمد الشياع السوداني برئاسة الحكومة، أنه ضروري هذه الأطراف السياسية تستمر بحواراتها خصوصا مع الأطراف المعارضة لهذه العملية؟ حقيقة خطوة كبيرة حققت يوم أمس باختيار رئيس الجمهورية وبتكليف السيد رئيس الوزراء، لكن لا نستطيع أن نقول كل الانغلاق السياسي تم فتحه. اليوم نحتاج استمرار التعاون واستمرار اللقاءات واستمرار النقاشات على أقل تقدير لترشيح طاقات كفوءة نزيهة مخلصة تكون قادرة على النهوض بمسؤولياتها وتعديل مسار العملية السياسية واستعادة ثقة الشعب العراقي. اليوم حقيقة بسبب سوء الأداء للحكومة السابقة صارت هنالك هوة سحيقة بين أبناء الشعب العراقي وبين الحكومة، ودليل هذا عدم الحضور الجماهيري بالانتخابات الماضية. لا سمح الله لو استمرت الامور بهذا الشكل سوف لن تكون هناك انتخابات قادمه. لهذا لمن يرغب باستمرار العمليه السياسيه واستمرار بلد اسمه العراق ان يخلص بعمله ويرشح المخلصين من اجل حقيقه تحقيق اهداف البرنامج الحكومي والمنهاج الحكومي، وبالتالي استعاده ثقه الجماهير وبناء البلد من جديد، وبهذا سننعش العمليه السياسيه من جديد وسيحقق شعبنا مبتغاه. طيب دعونا نعود مرة أخرى لعضو ائتلاف دولة القانون السيد إبراهيم السكيني، إذا تسمعني سيد إبراهيم أود أن أسألك. نعم. أيضا عن الحوارات مع التيار الصدري، هل من الضروري أن تكون هناك حوارات أو تفتح من جديد؟ هل ستعملون على يعني محاولة إشراكهم بالحكومة وأن يكون لهم دور سياسي والعملية السياسية القادمة بهذه الحكومة من أجل التواصل والتوافق مع محمد الشياع السوداني لإنجاح برنامج الحكومي؟ نعم، من الواجب وليس من الضروري فقط الحوار مع جميع الكيانات ومن ضمنها التيار الصدري، الأخوة المؤسسون في الإطار التنسيقي الشيعي كما تعلمون، من أجل أن تكون هناك مخرجات عملية سياسية متمثلة بتشكيل حكومة تكون يعني تؤدي دورها في المهمة المقبلة إن شاء الله، ولأجل أن تقدم كفاءات كما تفضل الأخ الضيف تكون تستطيع أن تخدم وعندما تناط بها المسؤولية. طبعا ليس فقط يعني الوزراء وإنما وكلاء الوزراء والمدراء العامون. طيب. ومدراء الأقسام. طيب سيد إبراهيم، بالمقابل لمستم من التيار الصدري تجاوب معكم للمشاركة بالحقيبة حقيبة وزارية، أو من تحدث عن منح التيار الصدري 7 وزارات أو 9 وزارات، هل حدث هذا فعلا أم السيد الصدر والتيار الصدري ملتزم حتى الآن بمقاطعة أو اعتزال العمل السياسي؟
كما تعلم أن هذا الشأن هو الآن مرهون وتم تكليف السيد السوداني وهو هو الذي يفاوض طبعا. نعم. لغرض أن تترك له المساحة بعمله وأن لا يكون هناك تدخل. واليوم هو طبعا وجه الدعوة إلى كافة الفرقاء السياسيين يقدموا المرشحين، وهو إن شاء الله سينجح بذلك، ومن يقدم مصلحة البلد يترك جانبا كل الأمور من أجل أن نلحق بما فاتنا من أيام، لأن كما تعلم أن السنة كاملة ذهبت، ومن تقدم البلد من انتخاباتنا من يوم 10/10 ولحد الآن. وإن شاء الله السيد السوداني هو رجل مجاهد، ووالده من ضحايا وشهداء يعني الذين ضحوا من أجل العراق، فهو هو يعني دارك ومدرك للمسؤولية. ومن منبركم هذا أوجه تذكيرا له بأن يقوم بغربلة جميع المدراء العامون الذين مضت على عملهم سنون يعني كل هذه الفترة. نعم. وإلى أن يصل إن سمحت لي إلى حد مدراء الأقسام. لماذا؟ لأنه هؤلاء قاعدة عمله. إذا كان هو يعمل في الوزراء رأس الوزراء وهناك وزراء، لكن لابد ومن المفروض. طيب. هذا خلينا نتحدث به مع ضيفنا الكرام الباقين عن في ملفنا الثاني من الحصاد، ودعونا ننتقل سوية ومشاهدينا الكرام إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. إذن بعد أن أنجز البرلمان أهم الاستحقاقات الدستورية، فإن الأنظار تصوب نحو مرحلة التشكيلة الوزارية التي سوف يختارها المرشح محمد الشياع السوداني، حيث أكد رئيس الوزراء المكلف وجمع سياسي غير مرة أنها ستكون حكومة خدمية وطنية تعمل على تحقيق تطلعات الشارع المحتقن من الأزمات. ونطالع تقرير الزميل علي حبيب. بعد أن شرع قصر السلام أبوابه أمام رئيس جديد للبلاد وتكليفه لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، طوت الأزمة السياسية صفحة معقدة من تاريخ العراق السياسي بعد عهد التغيير، وأصبحت الأجواء مؤاتية للمكلف للبدء بتأليف فريقه الوزاري، وعلى ذات المواصفات التي حددت فيها الأولويات، حكومة خدمية كفوءة نزيهة وقادرة على تحمل المسؤولية ومعالجة التراكمات التي خلفتها السياسات الحالية والسابقة. الشعب العراقي جميعا بحاجة، وخصوصا محافظتي بحاجة إلى هذه الخدمات، وبالتالي نحن على يقين أنه الأستاذ محمد الشياع السوداني بما يملكه من خبرة تراكمية من خلال تسنمه أكثر من منصب حكومي قادر على تشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت وعرضها على مجلس النواب، وكذلك دعم الواضح من قبل إدارة الدولة التي تشكلت في الأخير تضم كل الكتل السياسية. عبور هذه الموانع السياسية وتمرير الكرة إلى ملعب تأليف الحكومة يحتاج إلى تعاون القوى السياسية في إنجاح خطط الحكومة عبر التشريعات النيابية الضامنة لتجاوز حقبة وتركة ثقيلة، وهذا ما يوجب إعداد خطة عملية توازن بين التحديات والأمنيات لإيجاد أضمن مسارات المقاربة. إن شاء الله نوعد أهلنا وناسنا أنه تكون هذه الحكومة حكومة خدمات، إن شاء الله راح نكون الرقيب عليها أول بأول، وإن شاء الله ستقر الموازنة، ستتحرك مصالح الشعب إن شاء الله بالأيام القادمة القليلة، ستتغير الأمور نحو الأفضل بعون الله تعالى. وأمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتسمية أعضاء وزارته وطرحها أمام المجلس النيابي، في وقت تشير تسريبات مقربة أنه سيقدم كابينته في أقل من هذه المدة، وستضم شخصيات صادقة وكفوءة لتقديم الأفضل، ونهجها الأساسي خدمي واستيعاب الآخر. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة ثانية رحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو رئيس تجمع الأكاديميين العراقيين الدكتور علي رزوقي، وأيضا الترحيب عضو ائتلاف دولة القانون السيد إبراهيم السكيني عبر سكايب، وأيضا الترحيب بالباحث والأكاديمي الدكتور مصطفى ناجي. أهلا بك دكتور. نبدأ معك دكتور مصطفى.
أبرز ما جاء بخطاب محمد الشيع السوداني، يقول سأبذل قصارى جهدي في تشكيل حكومة قوية تضم شخصيات نزيهة وقادرة على تلبية التطلعات، ولن ننسى تطلعات الشباب الحقة. تعتقد وفق المعطيات المتوفرة حاليا دكتور مصطفى، سيتمكن السوداني من العمل بما جاء ببرنامجه الحكومي؟ نعم، تحية لكم مجددا. يعني هناك عوامل مساعدة، عوامل نجاح موجودة متحققة على أرض الواقع، من ضمنها الوفرة المالية، من ضمنها الإجماع الدولي، من ضمنها الإجماع الوطني على هذه الحكومة. يجب أن تقدم يعني ما يساعد الشعب على النهوض، على التنمية عفوا. فعوامل النجاح موجودة، والكرة الآن في ملعب السيد السوداني. الطريقة اللي اقترحها في وقت مبكر على الإطار التنسيقي السيد المكلف، أنه أنتم رشحوا لي كل حزب يعني على حسب عدد مقاعده إلى عدد من الوزارات، وبالتالي كل حزب يقدم 3 أسماء، ومن ثم السيد السوداني هو من سيختار الوزير المعني المختص الذي يجد فيه الكفاءة والنزاهة والمهنية والخبرة وإلى آخره. بالتالي أنا أعتقد يعني مثل ما يعني حللنا سابقا، قلنا وكتبنا وجاءت تقريبا جميع ما قلناه منطبق على أرض الواقع، نعتقد جازمين بأنه السيد السوداني يعني سوف ينجح، بشرط أن يقدم إلى الشعب ويحقق ما يطمح عليه الشعب. اليوم احنا إذن الشعب هو هنا سيكون مصدر، نعم، مصدر او محور هذا البرنامج الحكومي. اسمح لي انتقل الى الدكتور علي مره اخرى. يعني دكتور، يمكن قائمه طويله من التحديات كما ذكرناها بالملف الاول من الحصاد، برايك كيف سيتعامل معها محمد الشيع السوداني، ومن وين يفترض ان يبدا؟ حقيقة المتابع للأخ السوداني في الفترة الأخيرة أطلق حقيقة بعض التحديات الموجودة، وأطلق لها بنفس الوقت حلول، وحلول منطقية من شأنها حل كثير من الأزمات. لا، مثلا موضوع رفع سعر صرف الدولار، اليوم تعرفون هذا الموضوع مرتبط بأسعار النفط العالمية، مرتبط بصندوق النقد الدولي ومشاكل. المشكلة الذين رفعوا سعر صرف الدولار لم يوجهوا الوفرة المالية المتأتية منه نحو الطبقات المسحوقة التي انسحقت بسبب هذا القرار. الأخ السوداني عندما ناقشناه بالموضوع أدى فكرة كاملة أنه هذه الوفرة المالية يجب توجيهها للطبقات التي تضررت من هذا الموضوع. عدا هذا، عند توجه آخر باتجاه تخفيض رواتب الدرجات العليا والدرجات الخاصة، وقال أن هذا من شأنه أن يوفر 500 مليون شهرياً، وبالتالي هذا أيضا من شأنه أن يصب باتجاه الخدمات وباتجاه تعيين حملة الشهادات العليا اللي ما لحق فرصة التعيين لحد الآن. عدا هذا أيضا، اليوم تعرفون انه مزاد العمله، واحد من مشاكلنا الكبيره مزاد العمله. اليوم بعد ما شد الوضع الامني سوءا في الايام الاخيره، بدا يوميا يباع مليار دولار، معناه شهريا مبلغ هائل، اسبوعيا مليار دولار. طيب هو مجرد يعني رفع قيمه العمله الاجنبيه يعني شكل مشكله كبيره للشعب العراقي، للفقراء خصوصا، لكن برايك اذا تمكن السوداني او عمل على خفض قيمه الدولار وسعر الدولار امام العمله المحليه امام الدينار، شنو راح يكون بالمقابل انعكاسه السياسي او مردوده السياسي للسوداني وللكتله الاكبر بشكل عام؟ حقيقه اليوم خلينا نكون منطقيين بالتفكير ومنطقيين باتخاذ القرار. اليوم ليس السيد السوداني لا يملك عصا موسى، وبالتالي اتخاذ قرار اعاده صرف العمله بشكل مباشر ومفاجئ سيربك السوق المحليه، سيسبب مشاكل كثيره، لكن من الممكن التخطيط على مدى بعيد من الزمن لاعاده صرف سعر صرف العمله. مدى بعيد او قصير، ان تحقق هذا الموضوع شنو راح يكون مردوده السياسي؟ اكيد الشعب اليوم ينظر بعين الرضا للحكومه التي تنظر بمشاكله وتحل اشكالياته. اليوم حقيقة طرح هو أيضا حل لموضوع مزاد العملة. مزاد العملة يستنزف الخزينة العراقية وتستنزف الوارد العراقي بشكل غير مبرر. اليوم بحجة استيراد المواد من الخارج وكل سوقنا يعتمد على المواد المستوردة، بدأ مزاد العملة بالتصاعد للبيع اليومي إلى أن وصل كما قلنا مليار. اليوم طرح فكرة السيد السوداني، قال اقترحته في زمن حكومة السيد العبادي، أن نأخذ تأمينات من كل من يرغب بشراء الدولار بسعر الصرف الرسمي، نأخذ منه تأمينات. تريد مليار دولار؟ جيد، خلي 100 مليون دولار يمنى تأمينات، وبالتالي عندما تجيب بضاعتك ونقارنها بالمبلغ المصروف إليك
اذا اتضح ان المبلغ كله مستورد به البضاعه نرجع التامينات اليك. هذا كن على ذلك سيكون سبب بايقاف استنزاف العمله الصعبه من السوق المحليه وبالتالي المحافظه على قيمه الدينار العراقي. اليوم حقيقه هالافكار كلها وجدناها موجوده في تفكير السيد المكلف. نعم. لهذا نتوقع انه سيكون هنالك فارقا بالاداء. طيب. فيما لو اقترن هذا ايضا بتسديده بوزراء ودرجات خاصه ووكلاء. اليوم نعرف كنا ان حكومه تصريف الاعمار خلقت القانون بشكل كبير جدا. نعم. مع كون حكومه تصريف اعمال اصدرت اوامر ديوانيه بتكليف درجات عليا وكلاء. طيب. ومشاكل هذا خرق قانون يجب ان يعالج مباشره. انتهى زمن حكومه تصريف الاعمال. اليوم لدينا مرشح ونعود لك بهذا السياق سيد ابراهيم. اهلا بك مره اخرى. قضيه اختيار الكابينه الوزاريه ككتله اكبر راح تخلون السوداني يختار تشكيلته الوزاريه براحته لو راح يعود العمل بالسياق السابق؟ لا بالتاكيد لا. طبعا هو عندما تم يعني تكليفه برئاسه الوزراء برئاسه الحكومه طبعا هو يختار الفريق اللي يعمل معه، لكن يجب ان يعمل السوداني اولا على اعاده الثقه بالعمليه السياسيه. نعم. لان الشعب وخاصه في الفتره الاخيره غير مؤمن بالعمليه السياسيه وكان هناك نزع للثقه، فعليه اعاده هذه الثقه بالعمليه السياسيه ليكون هناك تعاون ما بين الشعب، لان السوداني لا يستطيع العمل بمفرده إذا ما كان هناك تعاون شعبي، ومن أجل أن يكون أن تخرج الأمور بنتائج إيجابية. القضية المهمة الثانية مباشرة هي إعادة هيبة الدولة التي انتقص منها الكاظمي، وإلا ما بالك يأتي من الشارع ويدخل في بناية مجلس النواب. عزيزي إذا كان هناك هم يدعون ضمن الدستور فهذا خرق للدستور، ياتي يدخل في بنايات البنايات الحكوميه ويقول الدستور كفل لذلك ولم يعاقب بالدستور، فهذا يعني شيء غير منطقي. فعلى السوداني ان يعيد هيبه الدوله وهيبه العسكر وهيبه. طيب. السيد السوداني ذكر في خطابه اذا تسمح لي يا سيد ابراهيم انه ان الاوان لاسترداد هيبة الدولة وفرض القانون وإيقاف نزيف التدهور والانفلات بجميع مسمياته وأشكاله. هل سيكون هناك دعم من كل الأطراف وهيبة الدولة اخترقت داخليا وخارجيا أيضا؟ نعم. هيبة الدولة عندما تعاد أولا محاسبة الذين تجاوزوا على الدستور، هذا واحد. والشق الثاني هناك مفسدين يجب أن يقدموا رأسا إلى القضاء. لماذا؟ لأن هناك قول للإمام علي عليه السلام يقول من أمن العقاب أساء الأدب. هذا نحن لن نصحح الخطأ بالخطأ. هاي قضية مهمة جدا. والقضية المهمة الرابعة هو إعطاء الشعب العراقي حقوقه من الثروات مباشرة وبثقة وبأمانة، لأن الشعب العراقي يعني 40% يعني تحت خط الفقر والكل متضجر من القضية. يعني اللي وأنا قلت لك يعني هذه إعادة الثقة تعود ب دعني أكمل جزاك الله خير باحتضان الشعب. نحن لا يهمنا يعني تعبيد الطرق او الخدمات، الشعب العراقي يريد قوت يومه اخواني الاعزاء. القضيه وايضا يريد الخدمات، وحكومه السوداني في برنامج ركز على قضيه الخدمات وهي كلها يمكن مدرجه في اولويات ربما تاتي بالتسلسل. اعود اليك دكتور مصطفى اذا تسمح لي سيد ابراهيم، خلينا نروح الدكتور مصطفى. السيد السوداني ذكر ان اولى الاولويات يمكن راح يتحرك لها هي محاربه الفساد، أكد بخطابه أنه محاربة الفساد ستكون في مقدمة الأولويات للحكومة وندعو الجميع إلى تحمل المسؤولية. لكن تعتقد دكتور أنه
محمد الشاع السوداني راح يتمكن وحده من محاربة الفساد، اللي هو فعلا بحاجة إلى حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد. لا بالتأكيد، يعني الإنسان يعني وحده لا، يعني اليد الواحدة لا تستطيع أن تصفق، أكيد يعني يحتاج إلى يعني دعائم لكي يعني يتعامل مع هذا الملف المعقد والشائك والمتجذر بصراحة، ملف الفساد. فيحتاج إلى خطة وإلى فريق عمل وإلى دعم نيابي وإلى دعم جماهيري، والفعاليات الاجتماعية يجب أن تأخذ دورها في هذا الموضوع. لكنه يعني للمعلومة أنه برنامج السيد المكلف هو بني على 23 نقطة، ويعني استخلص من هذه 23 نقطة أربع أولويات. أولها الكهرباء، يعني احنا تحدثنا مع السيد السوداني حتى قبل التكليف الرسمي بشكل مفصل بهذا الموضوع، وعرض برنامجه، وبالحقيقة كان برنامج مقنع للمختصين على الأقل بأنه سوف يعالج الكهرباء عن طريق الخبرات الوطنية والخبرات الأجنبية بهذا المجال. ثم انتقل إلى ملف آخر، ملف الصحة، ولديه تصور جيد بهذا الموضوع، وهو عازم على أن يعني يحقق الفارق في هذا الملف، ملف الصحة. ثم ملف الخدمات، ما يتعلق بالخدمات البلدية والإسكان، ومن ثم مكافحة الفساد، قناعة من السيد المكلف بأن ملف الفساد لا يمكن القضاء عليه دفعة واحدة. يعني احنا تكلمنا معه، قال بأنه أولويتي في مكافحة الفساد هو أولا إيقاف الفساد، الحد من الفساد في البداية، ومن ثم يعني تفصيل هذا العمل في إجراءات كثيرة جدا ويعني معقدة. أيضا الأخ السوداني لديه تصور أعتقد دقيق بما لديه من خبرة ومن ما يمتلكه من معلومات. يعني لا ننسى آخر منصب تولاه السيد السوداني هو رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي، لديه داتابيس يعني دقيقة جدا عن أداء الوزارات، عن قضية الفساد الموجود. طيب، بالتالي نحن نعول على هذا الموضوع إن شاء الله. طيب، كل هذا يمكن دكتور علي بحاجة إلى دعم سياسي وتشريعات نيابية، لكن ما مدى إمكانية حصول هذا الاتفاق الشامل على دعم برنامج السوداني دعما سياسيا وتشريعات نيابية في البرلمان وفي تقديم قوانين من القضاء أيضا لدعم هذه الخطوات في هذا المنهاج الحكومي أو الوزاري؟ استاذ العزيز، بسمح لي أعقب على السؤال اللي سألته الأستاذ إبراهيم حول مدى تعاون الجهات السياسية مع الأخ السوداني. أنتز الفرصة من أثيركم حقيقة للعطر، وتوجه رسالة لكل الجهات السياسية سواء كان ضمن الإطار أو خارجه. نحن اليوم أما نكون أو لا نكون، لنترك الأساليب البالية باستزار الوزراء، تعريف المتعصب والمتشدد أنه أن نرى شرار قومنا أفضل من أخيار الآخرين. مع الأسف هذا الأسلوب تبع على مدى 20 سنة، أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية للشعب، إلى فقدان الثقة بين الشعب والحكومة، إلى سد المرجعية العليا أبوابها بوجه السياسيين. ليش؟ لأن كنا نعتقد أنه المتحزب والمحسوب علينا هو سينقذ البلد، وكنا ننحاز له بشكل عجيب. اليوم هنالك طاقات كثيرة وطاقات كبيرة وطاقات مخلصة، هنالك قول أمير المؤمنين أن في العراق الأموال والرجال وعيون الرجال. ليس المقولة المنسوبة للحجاج رحمة الله عليه أنه أنتم لستم برجال إنما أشبه الرجال، وأنما هنالك قول الأمير أن في العراق عيون الرجال. لهذا نقول للأخوة السياسيين، استغلوا الفرصة، عدلوا مسار العملية السياسية من خلال ترك التعصب والتوجه نحو المتخصصين الأكاديميين الذين يملؤون الساحات، وكل همهم وجل همهم خدمة البلد وإنقاذ مسيرته. اليوم المرجعية العليا عتبت كثيرا على النخب أنكم تارة غبتم وتارة غيبتم. اليوم النخب تعلن عن استعدادها لتبوء المسؤولية، والأستاذ الأخ السوداني في مسار المفروض أن يسير به من أجل تعديل مسار العملية السياسية وإنقاذ البلد من جديد حقيقة. سؤال أخير لكم سيد إبراهيم، هل سيعود محمد الشاع السوداني إلى الاتفاقية الصينية وأنتم أكدتم في منهجكم القادم، وحتى السوداني أكد أنها ستكون حكومة خدمية وتقديم خدمات، هذا بحاجة إلى شركات أجنبية ربما مع التعاون مع شركات محلية، هل سيعود السوداني إلى الاتفاقية الصينية لتأمين هذه الخدمات؟ نعم بالطبع سيعود إن شاء الله وبقوة هذه المرة. وكما تعلم أن أمريكا وبريطانيا جندت بعض يعني الشباب داخل العراق وقاموا بالمظاهرات
ويعني لم تحقق الاتفاقية الصينية إلا أنها ستعود. أنا قلت لك يعني يجب أن تعاد هيبة الدولة وكل من يخرج على القانون فيلاقي القانون. طيب إذا عاد السوداني إلى الاتفاقية الصينية ما راح يواجه نفس اللي واجهه عادل عبد المهدي؟ الآن القانون سيمضي على كل من يخرج عليه، هذا واحد. القضية المهمة الثانية، نحن عندما نريد أن نعالج الفساد فيجب أن يعطى حق الشعب أول مرة. يعني نقولها بكل صراحة، إذا أنت يعني ما تنطي للشرطي حقه، ما تنطي للمعلم حقه، ما تنطي للموظف حقه، طبعا أنت راح تجبر على أنه يفسد. أنا طيب. قلت لك البداية الأولى يجب أن يكون هناك توزيع عادل من منافع الثروات إلى الشعب العراقي قبل كل شيء، إذا لم يفعلها فما ينجح، وهي سجلها علي، هذا واحد. القضية المهمة الثانية، أخي العزيز أنا شلي بالكهرباء وأنا ما عندي يعني قوت يومي. نعم. يعني الإنسان يريد قوت لو يريد كهرباء، طبعا يريد قوت، نعم الكهرباء مهمة، لكن الكهرباء إذا أنا ما أقرأ وأكتب يعني شنو الفائده انه شلون انا اشتغل بالكهرباء؟ ما هو ملف مرتبط بملف، يعني كل الملفات يمكن مهمه سيد ابراهيم، لكن توجد ربما اولويات مدرجه في برنامج السيد السوداني. استاذ طيب. استاذ الكهرباء مهمه، الكهرباء مهمه، نعم. لكن الكهرباء بدون تعليم وتعلم، يا اخوان اتجهوا الى التعليم اولا، يتخرج الدكتور والمحامي والمهندس ومهندس الكهرباء. أخي توزيع منافع للشعب لتهدئ النفوس، لأن الناس طيب. يعني انتهت، هذا واحد. اثنين التعليم، ثلاثة الكهرباء. وصلت فكرتك سيد إبراهيم، نعتذر عن ضيق الوقت وشكرا جزيلا لكم عضو ائتلاف دولة القانون السيد إبراهيم السكيني، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، وشكرا جزيلا لكم دكتور مصطفى الناجي الباحث والأكاديمي، شكرا لكم دكتور، وشكر لكم رئيس تجمع الأكاديميين العراقيين دكتور علي رزوقي، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.